أول مطلب من مطالب المتظاهرين في تظاهراتهم الأخيرة هو إبعاد الأحزاب الفاسدة عن مقاليد السلطة في العراق عن طريق قانون انتخابات يلبي طموحاتهم ويضمن لهم حقوقهم في بلدهم العراق، والتي رأوا أن برنامج حكومة الكاظمي تضمنها وبدأ فعليا في ترجمتها على أرض الواقع، وما تأكيد الكاظمي بضرورة الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات الجديد إلا خير دليل على جديته في الإصلاح، إلا أن الأحزاب الفاسدة بصورة ظاهرة أو خفية تحاول أدلجة هذا القانون بصورة تبقيها متسيدة لزمام الأمور كما كان حالها منذ أكثر من عقد ونصف. كان احد مطالب المتظاهرين هو تعديل قانون الانتخابات. اليوم احنا جايين نشوف العكس، ان الاحزاب المفسده جايه تتسلق على قانون الانتخابات لمصالحها الشخصيه. لا زال مجلس النواب يماطل في قضيه قانون الانتخابات. نامل من تعديل قانون الانتخابات من اجل ازاحه الاحزاب المفسده والكتل المفسده من الهيمنه على السلطه. الشارع العراقي يؤيد وبقوة خطوات الكاظمي في اسناد العملية الانتخابية المقبلة قانونيا، كونه أمل العراقيين الوحيد في التخلص من زمرة الفاسدين الذين عاثوا فسادا في مقدرات العراق والعراقيين. بداية كل خطوة يخطيها أي رئيس وزراء عراقي بدون مسميات تأيد طريق أو تأيد تحقيق قانون انتخابات ناجح يضمن جميع حقوق الشعب العراقي، راح تلاقي ترحيب كافة الشعب العراقي، وبنفس الوقت تكون يضيق الخناق على الأحزاب المتسلطة من خلال فرض قانون الانتخاب متعدد الدوائر المتعددة، راح يضمن حقوق الشعب العراقي كافة. لعل التراكمات التي فرضت على الشارع العراقي من سلبيات فساد الأحزاب جعلها تعمق جذورها، الأمر الذي جعل اقتلاعها صعب ويتطلب جهودا كثيرة من قبل جميع الوطنيين. خطوات الكاظمي المدروسة في تصويب وتقوية قانون الانتخابات الجديد بما يضمن حق العراقي ويقلص من هيمنة وتسلط الأحزاب الفاسدة التي أزعجها الأمر وجعلها تشعر بنهاية عمرها. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.